هيدي من سيزون نفسنا اللي فات وهي أكتر من نفسنا كسلانة جدا وبتنام في أي حتة. يا حرام دي باشا من امبارح. كده نايمة. طب يلا صحيح بقى عشان هنضيف الكاميرا. يلا يا قمر. هو في ايه بقى؟ احنا مش هنشتغل النهارده؟ صباح الخير. والله صحيت اهو. صحيت اهو احنا رايحين مدرسه. لا طب انا يا ماما كل خمس دقايق صحيت اهو صحيت اهو. يلا حبيبتي يلا نجيب لك شاي بلبن وسكر. هتعملي نسكافيه؟ عندنا كاميرا. هتعملي نسكافيه؟ وهقوم بصي شعري معمول. شعري معمول. يلا والله شعري بصي مش هياخد وقت. شعري معمول قومي يلا. طب اخد دش. قومي اغسلي وشك يلا. اخد دش. انا فين؟ انا هنا. انا فين؟ يلا يا ما انا نمت في الاستوديو. يلا اعمل ايه اكتر من كده؟ والنهارده لقيناها نايمه في العربيه. امشي يعني اخش؟ مش عايزه اخش. لا انا انام شويه هنا. ممكن انام شويه هنا؟ جبت مخدتي معايا. لا انا عايز هنا. اخش لازم؟ طب ممكن انام جوه شويه؟ لا وبالمخده حاجه شيك قوي. مساء البطاطس على كل الناس اللي بتشوفنا، جمهور نفسنا العظيم الجميل الكبير، جمهور الحلو اللي منورنا في الاستوديو النهارده، كمان الجمهور اللي قاعد في البيت. ومساء العسل على زميلاتي العزيزات الجميلات المنفسنات المزرقات المبيضات المقلوظات بدارة وهيدي. لسه مواضيعنا جديدة ومختلفة وبتضحك. موضوع النهاردة عن أنواع الحبيبة. الحقيقة الحبيبة كتير، وأشكال الراجل لما بيحب بتبقى كتير، وأشكال الست كتير. بس لو هنتكلم شوية عن الراجل، الراجل أو من الحاجات اللي بتلفت نظري قوي الراجل النحنوح الأوفر شوية الملزق ده. عارفه ده في الصيف صعب قوي بجد. فبصي تلاقي دايما منحنح، يا لهوي لو قالك لو اتصل بيكي. عارفه الناس بتاعت التكست المسج تكست دي اسمها؟ عارفاها الناس دي؟ بعت لك مثلا رساله على الفيسبوك الصبح، صباح الخير يا عمري، عامله ايه؟ مشواري مشواري. انا وصلتها مشواري. لا في مشواري. لا في عمري. لا مشواري دي اول مره. لا في مشواري. مشواري دي شفتيش في سواق الجسار لما قال لي خديني معاكي مشوارك يا مشواري؟ أيوة. يا مشواري قال يا مشواري. قال خديني معاكي مشواري. طب خلينا نعمل كده عشان نتذكرها. يلا يا مشواري يلا. هو ما قالش يا مشواري بس كان في مشوار في الموضوع. انتي شفتي؟ فالراجل الملزق ده اللي هو صعب احتماله في الصيف، الراجل ده يعني يا ريت تتجنبوه يا جماعه، لانه فعلا صعب. صباح الخير عنده لو ما رديتيش عليه بنفس ادائه ونفس حبه ونفس عشقه هتبقى ليلتك طين بجد، وممكن يروح ينتحر ويموت نفسه ويطلع له حبه شباب من الزعل ويتقمص بقى. وبطلتي تحبيني وبطلتي تفكري فيا، ما بقتش مهمه بالنسبه لك. ما كنتش كده اتغيرتي؟ لا ما اتغيرتش والله. لا على فكره انت ما كنتيش كده في اول العلاقه. والله كنت مشغوله بفطر. لا بس يعني على فكره انت كنت بتهتمي بيا اكتر من كده. ايوه بس انا رديت عليكي يا حبيبي وقلت لك وانا كمان بحبك قوي وحشتني. انت عارفه ان انا ما بفتحش ده اي مجانيه اساسا، وبجد فتحتها عشان لا مش كنت حابه مش حاك عليا روح. طب انت عارفه البطاطا اللي عزمتك عليها امبارح؟ اسالي بدريه كانت معايا وانا بشتريها امبارح. خلاص يا حبيبي والله اكلتها وطفحتها مش جميله خلاص. انت بتعرفي المعفن ده؟ مش بيذلني بالدقايق والبطاطا. وبعدين كنت حلو، كنت حلو في الاول، كنت حلو وعجبها وكانت راضيه بايه، بس مش عارف بقى مالها بقى. لا والله لسه راضيه بيك والله. هعيط وهعيط وهتعيط. خلاص 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 يا هادي بجد انت بقيتي حد تاني. ما بقيتيش مشواري. ما بقيتيش مشواري فعلا. الاهتمام ما بيتطلبش. انا بعيد اعيط
كلنا بقى ونقفل الفقرة. نيجي بقى على البرم. الواد البرم ده الحبيب المنتشر، في عدد منه كتير ومهول. الواد يا عيني اللي على طول الخط بيشتغل البت على اساس انه فاهم كل حاجه، انه يعرف بنات بعدد شعر راسه، وممكن يكون اقرع بس يعرف بنات بعدد شعر راسه. ما ينفعش تجادلي معاه، ما ينفعش تساليه سؤال وما يجاوبش، يجاوب وعنده اجابات لكل حاجه حتى لو غلط. دايما بتلاقي نفسك قدامه مش عارفه تنطقي، لانه على طول مسيطر على دماغك ومسيطر على تفكيرك وبالغلط، لان البرم ده عايز يعدي وقته يقضي يومه، فدايما ما عندهوش الاساسيات اللي ماشي عليها معاكي. لا هو معاكي ومع غيرك، لانه برم ما عندوش مبدا في حياته. بيقضي وقت اللي هو طيب امتى هتيجي البيت؟ بكره. طيب حبيبي بكرة جه، أقول لبابا إمتى؟ أنا مش قلت لك بكرة؟ أو أتيتيود كده، عنده طريقة كده. الواد الجامد قوي الساحر الفظيع. وعلشان تنسي الموضوع بتاع يجي البابا إمتى، ممكن يبقى منكد عليكي طول اليوم مش بتعرفيش تسأليه، يبقى بيحاول يهرب. تسأليني أنا زعلان منك وليكي عين، تقولي لي جاي البابا إمتى؟ يا أختي روحي صلحي من نفسك الأول. فده بقى خدي بالك منه، لانه ظهر مؤخرا بشكل كبير يعني بعدد مهول من الشباب، وخصوصا الشباب اللي بيوقفوا شعره. في كمان نوعيه الحبيب اللي على السوشيال ميديا. الحبيب ده ما كانش موجود زمان لان ما كانش فيه سوشيال ميديا، كان كبرنا التليفون والجوابات بالظبط كده. في دلوقتي بقى الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الجميله جدا اللي جابت لنا الحقيقه كل المصايب اللي في الدنيا وكل المشاكل اللي في الدنيا. مواقع التواصل الاجتماعي دي ظهر عليها الحبيب اللي طول النهار والليل قاعد على الفيسبوك بيدور وينبش ويدور وينبش على اكونتات البنات واكونتات اللي فيها بنات وجروبات البنات، ويخش بقى يرمي مسج هنا يرمي اللي هو ممكن يتعرف. لا قبليها بقى طبعا قاد فتقبليه. ما بنت برضو عليها عامل، ما هي بتقبل حضرتك واحد ما تعرفوش. صح. فبعد ما يتقبل يبقى عنده امل، فيبدا يعمل ايه بتاع 4-5 ايام لايكات 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 على كل الصور، لايك قاعد بقى مركز. وبعدين بقى نبدا بقى الخطوه اللي بعدها كومنت، وبعدين الخطوه اللي بعدها كومنت اجمد، وبعدين بقى على الانبوكس ارمي رساله. وبعدين ممكن تقعد العلاقه دي مثلا فتره ليست بالقليلة، اللي هو مثلا كذا شهر تعرفوا على بعض وبيكلموا بعض وبدأوا يتبادلوا نمر التليفونات وواتسابات ومش عارف ايه، والدنيا فل. ما تيجي على الواتس اروق. ما تيجي على الواتس اروق، اصل الماسنجر زحمة. تعالى في الهدوء. انا عارفة ان هي دي الحلقة بتاع التهييس. عارفة الدخلة دي؟ عارفة الدخلة دي؟ احلى ما بيتقابلوا. صح. يا لهوي على المفاجأة، بتشوف قصادها كلب بحر أو هو بيشوف قصاده شيتا. شيتا دي شيتا قمر، والله العظيم شيتا قمر، أقسم بالله. بيبقوا الاتنين كاركترات. أنت عارفة حتى لو حلوة. أو ممكن يكونوا حلوين بس الطباع، ما أنا بتجمل بقى في الرسالة أكيد مش هقوله جرى إيه يا ابن الكذا. طبعا عسل، ما هو العسل ده ممكن يبقى وراه طحينه منيله او طبعا. بيض. لا لا، وبعدين غير كده حتى لو على فكره شكلهم مش وحش، كل واحد بيبقى راسم لنفسه خيال اللي قدامه، حتى لو الحقيقه حلوه لكن مش مطابقه لخيالك اللي بقالك شهور بتبنيه. لا بس بجد اقسم بالله الدخلات بتاعت ممكن يتعرف الواد يا عيني اللي هو شرقان خالص ده، اقسم بالله عاده بيبقى يعني مش وحش. على فكره مؤمنه ما فيش حد وحش، بس في كوميديا في مفاجاه. عارفه الحد اللي عنده حاجه في شكله، يعني مثلا عنده حاجه في شكله شفتها تموتي من الضحك. مثلا موقف شعره، انا اخر حاجه ممكن يعني تضايقني موقف في شعره او مسقط بنطلونه. انت او فاتح القميص لحد هنا على اساس ان هنا شعر صدره ايه. لا خلاص هو دخل على السره خلاص. ده مرحله السكسي الجديده، او هو دي منطقه الاغراء بقت كمان. حتى الولاد عايزين يبقى عندهم حتت اغراء. ما علينا، نطلع تقرير ونرجع نكمل. ونرجع على الواتساب نشوف نفسنا. بنات عائلتنا. اسمك ايه؟ احمد. بيدلعوك يقول لك ايه؟ بيفا. احمد ودلعه بيفا؟ ده جديد ده، بس هو حلو. عريت الاسم يا احمد. طب الفوميسو دول لما هيخلفوا هيجيبوا لنا ايه؟
احنا مشاهير صغيرين. مشاهير صغيرين. عارفه قناتنا في سنه؟ وضاع. قناتنا في سنه. لا و برنامج رئيس. هي دي بتقول لك تعتبر نفسك انهي نوع من انواع الحبيبه؟ هو في كم نوع من الحبيبه؟ شوف انت بقى يعني في الممحون في اللي هو الحمش. لا متزن متزن. تحب تبقى ايه انهي نوع؟ بطبيعتي يعني كل ما حاجه تبقى بطبيعتها كل ما بتوصل اكتر. كديه؟ لا اخويا انا بحب الضحك جدا. زبونه؟ مفيش واحده بتقول انا مستني كديه. فرح انت شايفه الحبيبه عامله ازاي اليومين دول؟ ملزقين شويه. طب انت شايفه نفسك انهي نوع من انواع الحبيبه؟ الطبيعي يعني. الطبيعي ده عامل ازاي؟ نكديه؟ ممكن. انت انهي نوع من انواع الحبيبه؟ هما انواع؟ طب اه ما فيش اي هقول لك مثلا في النكدي في الحمش. لا هو انت عارف ميكسات. قولي لي دلوقتي انت كنت بتنكدي على صاحبك؟ اه ساعات. ساعات ولا على طول؟ لا ساعات يعني لما يضايقني. بتعملي معاه ايه؟ خلينيش تاني. مش عارفه مش عارفه. هي ما خلينيش تاني. اه خلاص انا زهقت. انت اسلوبك بقى لا يطاق. بيحبوا بعض بضيع وقت. هم لب مثلا وزداني؟ اه لب وزداني و وفي شار بس. والفرافير؟ فرافير خالص. ساره انت من انهي نوع من انواع الحبيبه؟ لا انا مش حبيبه اصلا. طب وانت يا نونو؟ انا لسه مخطوبه جديد فلسه الحوار في الاول بقى وحلو. طب وانت مثلا شايفاها من انهي نوع من انواع الحبيبه؟ انا ده حد عاطفي جدا يعني. رومانسيه؟ اه هو حبيبي. انت صحيت ولا ما صحيتش؟ اه بس عنيفه برضه يعني شويه يعني. هو حبيبي انت صحيت ولا ما صحيتش؟ اه يلا انا عايز اعرف. لما حبيت كنت من انهي نوع من انواع الحبيبه؟ لا والله الحب ده بتاع السينما ولا بتاع ال لا يعني اللي هو تعدي من تحت بيتها مثلا تقعد تبص على البلكونه وهي فاضيه. بالظبط اه كنت لازم اعدي اه يعني كل يوم وكده ولازم اشوفها. كان حب رومانسي يعني. انت انهي نوع من انواع الحبيبه؟ النكديين. اه النكديه. بقول لك ايه انت انهي نوع من انواع الحبيبه؟ هو في انواع؟ في اللي هي النكديه والحيزبونه والرومانسيه وبتاعت الايس كريم وبتاعت الشوكولاته بتاعت النوتيلا. بص النكدية على الحبيبة شوية على الرومانسية. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم سلم ده انا ياما عيوني عليك شغلوني وياما بتألم وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار أوصف للناس الجنة وأنا في النار غلى عليا وضيع عينيا ارحم شبابي. إيه الأمر؟ مالك؟ النكدي النكدي ده بجد الموضوع عنده صعب جدا لأن أنت معرضة لضغط ومعرضة لحرق الدم وسكر وقلب مفتوح وبواسير وشعرك يقع وهالات سودة وكحة وبرد مزمن بجد لأنه بيخنقك بيخنقك زيادة عن اللزوم. إيه لو اداكي معاد مثلا واتأخرتي شوية اتأخرتي ليه؟ ما أنا مهم. ما أنت لو شايفاني راجل أصلا مش هتأخري عليا. ما أنا لو صاحبتك لالي سوسو كوكو ها اللي مستنياكي في البراند الفلاني عشان تنزلوا تجيبوا مش عارف إيه واخده بالك مش هتعملي معايا كده. انما انت مش شايفاني راجل. وبعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ ده لو موضوع التاخير بقى ايه ما حققش الهدف اللي هو عايزه. الهدف النكد. ايه اللي انت لابسه ده؟ هو انا مش قلت لك قبل كده ان الفستان الابيض ده ما ينفعش معاكي؟ مش قلت لك ان انا اهلاوي؟ اه بس يعني انا بحبه. لا انت على فكره قصدك ضايقيني. لا والله ابدا. انا كنت خارجه معاك والفستان ده حلو عليا قلت البس حاجه حلوه. على فكره انت هو انا وانا ايه انا خرنج؟ اخص عليك يا بنتي. ماشي مع كوميدينو؟ اخص عليك يا بنتي. بقول لك انت حابه تبقي شمال. لا انت تحب القصير. انت بتشتمني يا بيبي. انت حابه تبقي شمال. لا يا بيبي كده. بص انت من سكه وانا من سكه كده خلصانه على السكه وعلى الدغري يابا من ابو ناهيه. ايه ده؟ خلصانه. من ابو ناهيه. انا شاكه في اسلوبها وشاكه في تربيتها. البنت دي متربيه في زعربانه. زعربانه ايه زعربانه؟ شوف شكلها بتتكلم ازاي. اه بتتقمص اعضائها كلها بتتحرك. ايوه اختي وماله الاعضاء لازم تتحرك مش اعضاء. يلا نشوف السؤال ونرجع نجاوب. انت اي نوع من انواع الحبيبه؟ عشان انا بصراحه رومانسي. بيسال مين انت يا بدريه؟ هو حد قال له عليا؟ انت عايزني ايه؟ قولي كده رومانسي. على فكره انا برضو رومانسيه. هو رومانسي خدي بالك.
والله انا رومانسيه. انت رومانسي كويس ان انت عرفتني انت ايه. نروح نطلع فاصل وبعدين نرجع نشوف الرومانسيه. لا في ازاي؟ لا 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 انتوا مش فاهمين حاجه. شيء ايه؟ اقري كده، ثقفي نفسك، اعرفي الدنيا ماشيه ازاي. انتوا ليه حمره؟ بدل ما اخدك ونقعد في حته رومانتيكيه لطيفه ظريفه نعمل فيها ذكريات حلوه، لا انا اخدك وننزل عشان احنا عندنا ميعاد مع الراجل اللي بيعمل الدولاب. بيقول لك بيقعدوا على الصبار. ليه؟ طب ليه انا اجرح منطقه مهمه عندي طريه ومنطقه يا عيني ما ينفعش يتقعد عليها على صبار؟ ورجعنا لكم تاني بعد الفصل القصير ده، لسه مكملين مع الميكسات العجيبة الغريبة الشبيبة ومع زميلاتي العزيزات الجميلات المنفسنات. نيجي بقى على نوع المثقف المتعفن. المتعفن؟ متعفن؟ ليه متعفن؟ وارد ان انت تبقى مثقف، اه، بس مش وارد ان انت تبقى مجعلص كأنك لسه خارج من دار الأوبرا. لا لا لا، ان انت طول الوقت قاعد تنظر، قاعد تقول لي كلام مرصوص مرصوص مرصوص. يعني عارفه النوع اللي هو مش مفهوم اللي هو ايه اسمه ايه؟ العميق. العميق اللي على طول شايف نفسه. لا في ازاي؟ لا 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 انتوا مش فاهمين حاجه. شيء ايه؟ اقري كده، ثقفي نفسك، اعرفي الدنيا ماشيه ازاي. انتوا ليه حمره؟ في بقى الحبيب العملي. الحبيب العملي ده اللي هو شايف ان الوقت اللي بيروح في التعبير عن المشاعر والحب وقت ضايع ملوش معنى، فبيشوف ان انا بدل ما اخدك ونقعد في حته رومانتيكيه لطيفه ظريفه نعمل فيها ذكريات حلوه، لا انا اخدك وننزل عشان احنا عندنا ميعاد مع الراجل اللي بيعمل الدولاب. انا اخدك، وده لو وصلنا لمرحله الخطوبه، انا اخدك وننزل عشان نروح ننقي السيراميك والخلاطات بتاعت الحمامات. احنا نعمل كل ده ماشي، بس يعني شويه حاجه تطري على القلب. الراجل العملي ده بيشوف انه لا، اي حاجه هتضيع او اي وقت هيضيع بدون انجاز، بدون ما نعمل فيه حاجه احنا عايزين نعملها، لا يبقى وقت ملوش معنى. وطبعا الراجل العملي ده هتلاقيه ما بيكترش قوي في المسجات الحب، ما بيكترش قوي في اللفتات اللي فيها رومانسيه، ما بيكترش قوي في التليفونات بتاعه بالليل اللي واحنا داخلين السرير، طب تصبح على خير يا حبيبتي، تصبح على خير يا حبيبتي، نامي كويس. طب السرير كل واحد يعني داخل السرير ونايمة على الحمام، بس ده خطر. نايمة على الحمام، انا قلت افيه ما جابش اي ما جابش اي حاجه. الستاره مقفوله. لا بس الراجل العملي ده خطر. الراجل العملي ده عايز واحده زيه. افرضي لا هو ضمن جثه، خلاص الجثه دي حبيبتي. لا يعني فريدي كلمتها ما كلمتهاش يا مركونه. تعالوا نروح نشوف علاء عامل لنا تقرير عامل ازاي ونرجع تاني بسرعه. اوعوا تروحوا في اي حته. فقرتنا النهارده بعنوان بطل من ورده. معانا النهارده خالد. بنتكلم النهارده عن الحبيبه. نتعرف الاول ونقول لك اهلا بيك يا خالد. اهلا بحضراتكم، اهلا بالساده المشاهدين. انواع بقى الورد اللي عندك ايه بقى؟ الحاجات اللي هو الورد اللي موجود دلوقتي، فيه الزنبق ده الحاجه، وفي الليليوم. انا محتاج افهم ايه الزنبقه في الزنبقه؟ مش عارف والله. والله العظيم. والله انا مش عارف. طب نوع تاني، نوع ايه تاني من الزنبقه؟ في زي ما قلت حضرتك الليليوم ده غاز زي الهيليوم كده؟ لا دي ورديه. دي ورديه طبيعي. دلوقتي بقى ايه هنسيب ده خالد بقى انواع الورد دي ونخش على انواع الحبيبه. بتشوف انت بقى الحبيبه اللي بيخش عليك؟ اكيد. في ناس بتبقى عندها الغيره زياده عن اللزوم. وفي ناس كده بتبقى عندها حاله من اللامبالاه. اللامبالاه. ممكن واحد يتكلم بصوت عالي. في اللي بيمشي ورا البت، عارف انت الناس دي؟ اللي هو البت تبقى ماشيه وهو يمشي وراه. اللي هي اللي بتقوده يعني. هي اللي موجهاه. ايوه. طب لما بيجوا لك بقى بيبقى اكيد في حاله من السهتنه كده والضياع وهم بيختاروا الورد. بيسالوك على السعر ولا بيختاروا الاول؟ بس هي بنات من التنه اللي هي تختار الورده وتقول لك بكام دي عشان تبقى معاها في جيبها مثلا 70 جنيه. فتقول لك بكام دي فتقول لها 35 فتبدا تدور على اي نجيله فاهم من الارض صح؟ لما يجي واحد يشتري حاجه لحبيبته هو لازم هو اكيد عامل حسابه، هو عايز يظهر قدامها ان هو ايه؟ نزيل. فمش هيستخسر يعني فيها حاجه. لكن لو واحد لوحده او واحده لوحده لا ده حاجه بتبقى حاجه تانية. دي بقى بتقعد تسالك بقى صح؟ دلوقتي عندنا ايه؟ حاجه في سريلانكا والفلبين بيعملوهم الاثنين اللي بيحبوا بعض بيثبتوا لبعض حبهم، بيجيبوا صبار ويقعدوا عليه.
اللي يقعد بقى بيطول عن التاني ده اللي بيثبت حبه للتاني. موضوع الصبار ده ممكن تبيعه عندك هنا؟ الصبار عندي موجود. طب افرض جالك واحد وحبيبته قالك عايزين نجرب عندك، تسيبهم يقعدوا؟ سيبهم يقعدوا. خلي بقى ايه بالمره طالما جبت الصبار حط الدولاب بتاع المراهم ده، عارفه؟ نجيب له حته سافته يعني بحيث اللي يقعد على الصبار يترمي قدامك على بطنه، يعني ينزل على بطنه على طول قدامك. نجيب عربية اسعاف هنا حضرتك خليها جاهزه. وبتجيب دباديب زي الناس ما بتجيب محل الورود وكده؟ في بيجيبوا يعني دباديب بقى اللي هي القلوب دي واسم البيت بحبك يا غاده. احنا بنعمل الحاجات دي بنكتبها كده. بالورده. ايه؟ بنكتبها بالورده. بتعرف ترسم بالورده؟ في عبد المجيد عندكم؟ عبد المجيد؟ لا ما هياخد مساحه مني كبيره. يعني هي بتحب عبد المجيد يعني، فبحبك يا عبد المجيد. انا ممكن اختصرها بعبده. هو بحبك يا عبده. عارف بدريه طلبه؟ عارف. كلها هي بدريه. توصفها بورده ايه؟ سيليزيا. ده بيتحط فين ده؟ مرهم ده؟ ده نوع ورد بس ايه؟ شكله جميل كده. طيب هي دي كرم. دي ممكن نوصفها بزهرة الليليوم. ايه مواصفاتك بقى كليليوم بقى؟ تقول لها انت يا هدي انا بسميك الليليوم عشان انت كده. الليليوم بقولها عشان حاجة رقيقة. بصوا يا جماعة الراجل فاهم بيوصف ايه. هدي فادها الليليوم التالتة بقى ندى. الزنبق حلو ليها ندى؟ الزنبق بس الزنبق عدت رفيع. طويل. نجيب مثلا مليون زنبقية. زنبقية؟ جمع زنبق. زنبقة. 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 نجيب مليون زنبقة ونحطهم لندى في بوكيه كده. في بوكيه. مش بوكيه بقى، ده احنا نعمل حاجة كبيرة. وبعد ما عرفت زميلاتي زنبقة وليليام، أنا عايزة أعرف إيه الوردة اللي قال عليها دي لتكون حاجة قلة أدب. بصراحة أنا شاكة في الواد ده. بيشبهني بوردة أنا أول مرة أسمع عنها. وبالنسبة لعلاء بيقول لك بيقعدوا على الصبار. ليه؟ طب ليه أنا أجرح منطقة مهمة عندي؟ شطرية. ومنطقة يا عيني ما ينفعش يتقعد عليها على صبار. تقعدي على المنطقة إحنا بنصبرها. طب وأنا أستفيد إيه لما نقعد على الصبار؟ يعني أنا أقعد انا هستعمل وافضل اشك 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 واقعد على شك شك كل ده عشان اثبت له اني بحبه. بالصبار. على فكره في 60 داهيه مش لازم اثبت له خالص، اذا دي الطريقه اللي هثبت له بيها. ده عنده ماسوشيزم. لا حرام نقعد على صبار او ساديزم. انت لو قعدتي على صبار مش هتقوم. نروح بقى نشوف فقره الضيف علشان نخرج من جو الزنبقه اللي زنبقناها دي عشان انا اتزنبقت. فيلا نخرج نقعد. يلا اوعوا تروحوا في اي حاجه. ضيفتنا النهاردة بنوتة أمورة، ممثلة موهوبة، وكانت انطلاقتها الحقيقية وبدايتها الحقيقية في رمضان اللي فات بثلاث أعمال ما شاء الله مش عايزين نحسبها. مين أكتر حد كنت خايفة منه لما قالوا لك ألو نفسنا احنا عايزينك تضيفها معانا النهاردة؟ مين أول واحد قال لك انت بتعرفي تمثلي؟